منذ أكثر من 50 عاماً بدأ عثمان طه قصته مع كتابة القرآن الكريم كاملاً بخط يده. الخطاط السوري الذي عشق الفن وتتلمذ على يد كبار الخطاطين العرب كتب أول مصحف له عندما كان في سوريا، ومنذ تلك اللحظة وهو لا يتوقف عن شغفه في كتابة القرآن الكريم. في عام 1970 كتبت أول مصحف طلب مني وزارة الأوقاف السورية، فكان من الأعمال الناجحة في هذا المجال. وعند انتقالي من سوريا إلى المملكة العربية السعودية أيضا تعينت كخطاط موظف في مطبعة الملك فهد في المدينة المنورة. خلف هذه اللوحة خط عثمان طه القرآن الكريم كاملا بإتقان وإخلاص، حتى وصل لأكثر من 300 مليون نسخة وزعت حول العالم. المصحف الواحد بيأخذ حوالي 3 سنوات، لكن مع الإتقان، مع الإتقان ما في سرعة، لن تجد فرقا بين الصفحة والصفحة المؤلفة من 600 صفحة، كلها على نفس المستوى من الفن والإتقان. ولكنني حبي للفن وحبي لما أكتبه من القرآن الكريم يجعلني أصبر. رغم أنه تجاوز العقد 8 من عمره، إلا أنه لا يزال مستمر في عطائه، ولا يزال مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف متمسكا بعثمان طه بعد توجيه وزير الشؤون الإسلامية ببقائه. محمد الجميري، MBC، المدينة المنورة.